سلام البنات، منا تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا ربي. ورمضان مبارك سعيد، نتمنى يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش متمنيتو يا ربي. اليوم جبت لكم وصفه زوينه للفطور رمضاني وغاديه تعجبكم. غنتي معكم حد القرص معمرين اكثر من رائعين البنات، يجربوهم وردوا عليا. كنحتاج هنايا في الطحين، عندي نصف كيلو طحين، انا مكتره هنايا مكتره هنايا، ندير داكشي اللي غادي يجمع لي الحليب. وعندي كاس الحليب عامر، كاس كبير عامر الحليب، وعندي كميره الخبز، وعندي معلقه ديال سكر حبيبات، وعندي الملحه، وعندي ربع كاس ديال الزيت النباتيه، وعندي بيضه واحده. وندوز على بركه الله. البنات الكاس عامر كاس كبير. غندمجو هادشي كلو وغنديرو فرينة. بسم الله، ندير فرينة. شو البنات، انا حطيت على سطح العامة وبقى كتلصق ليا في يدي، يعني ماشي قاسحه قاسحه وهكا تبقى تلصق لكم في يديكم، بتجيكم النتيجه مزيانه. هتقدروا لها كان فوق سطح العامة غتجمع معاك، ما تبقاش مطلوقه بزاف. شو كتلصق هكا خاصها تكون، حتى ما تبقاش تلصق ليكم عاد جمعوه، يعني خاصها شويه الخدمه 5 دقائق هكا. انا ما بقاش كتلصق ليا، شفتو؟ ملي داك البول اللي عجنت فيه هو اللي غندير فيه اللي تكمل. شوف كيف الناس كنعلك فيها، خد 5 دقايق مبقاش كتلصق كي كانت ليا في الاول. صافي وغنخليها تخمر ونرجع معاكم البنات. الكاس اللي هاد الكاس هذا قدروا نعبر لكم الحليب باش تعرفوا شحال درت ديال الحليب. 400 ميلي، شفتوا هاد الكاس نيت بالضروري نعبر لكم باش تعرفوا ديروا شحال ديروا الحليب، يكونوا المقادير مضبوطين. ها انتم البنات 400 ميلي. رجعت معكم البنات، انا درت المقيله وغنوجد الحشوه ونقول لكم شنو غادي ندير. درت واحد جوج معلقات كبار ديال الزيت البلديه، واحد البصله كبيره شويه قطعوها ولا طحنوها، انا عندي اللي درتها في هاد طحنتها هنايا.
قليله الملح، واحد الفليفله، هاد جوج دريسات ديال الثومة، ديال كتر لي بغيتي. معلقة الحارة البنات، أنا ما كنديرش التحميرة، معلقة البزارة البنات. دابا البنات غنحط البوطة ونخليها حتى تبرد ونرجع معاكم للحشوة التعميرة. هاهي البنات بردات ليا الحشوة، غنزيد فيها واحد الحفينة د الفرماج، غندمجهم بجوج. تبارك الله العجينة خمرات مزيان. هما البنات نخليهم يخمروا المرة الثانية ونرجع معاكم. هما البنات خمروا ليا شوية، غادي البيضة كاملة وشوية الخل. البنات درتهم على 180 في الفران، شعل من الاسفل ومن الاعلى على 180. درت شويه الفرماج البنات، ودرت شويه معدنوس وشويه الحار.
وغادي نرجعهم للفرانة واحد شوية يدوب ما جور خرجهم. ها هما البنات خليتهم حتى بردو، كيجيو رائعين البنات للسحور والفطار مع صوبه شويه هكا وشويه هكا. نتمنى تجربوهم البنات وما غتندموش وغيعجبوكم وغتشكروني عليهم. ما تنساونيش البنات بلي لايك وشكرا على التعليق ديالكم الزوينه. رمضان مبارك سعيد، نشوفو فيديو جديد. خليتكم في امان الله، مع السلامه.